الو، هاي كريمانه. انجي، اخبارك ايه؟ لا ما تخافيش، مش ناسيه. بس اسمعي بقى، انا عايزه منك حاجه. في واحد معين لازم تكلميه وتعزميه على الحفله. مراد الزياتي. في الحقيقه انا معرفوش. استني، مش هو مدير البنك الوطني؟ انا اعرف صاحبه الانتيم، محامي اسمه حسن. ممكن اكلمه دلوقتي على طول. هاي، يبقى اتفقنا. كريمان، اسمعي بقى، يكون في علمك، لو مراد الزياتي ما جاش الحفله انا كمان مش جاي. الله، وانت مالك بقى؟ خلاص، هستناكي تكلميني وتطمنيني. اوكي، باي.
شوف يا بكري، أهم حاجة عايزة تعرفها إن السياسة هي فن الممكن. يعني أي حاجة بسيطة أو هايفة ممكن بعقلك وأدواتك تحولها لكارت تلعب بيه لمصلحتك. تمام يا باشا. وأنا الفترة اللي فاتت دي عملت زي ما حضرتك قلتلي بالظبط، وبقيت كل يوم أكسب أرضية جديدة عند أهل الحتة. بس إيه؟ كمل يا بكري. ناس كتير يا باشا من أهل الحتة ابتدوا يطلبوا طلبات كتير وطلبات شخصية، وأنا مش عارف، خايف أفتح على نفسي فتحة. الناس طلباتها ما بتخلصش يا باشا. بالعكس يا بكري، ما هو ده اللي انا كنت لسه بقوله لك. ده انا حتى عايزك تفهم مشكلة اللي قدامك من قبل هو ما يقولها لك. صدقني يا بكري، كونك تعمل لنفسك قاعدة شعبية قوية ده اهم بكتير قوي من انك انت تفهم لعبة السياسة وترتيباتها على الاقل دلوقتي. شوف بقى، انا عايزك تتصل بيا كل يوم عشان تطمني عن اخبارك. ماشي يا باشا. اهي جات لك الفرصه يا سيدي. حد عندك؟ ايوه، اتخانقت مع السواق النهارده وطلبت مني اشوف لها واحد غيره. ها، نويت على ايه؟ ممكن ما تستهونش بالوظيفه، انت هتكون اقرب واحد ليها. يا سيدي هي طردته لانه كان بيتجسس عليها. طبعا من حقها، ازاي يعني واحد يبقى معاها ويتجسس عليها؟ ها، هتعمل ايه؟ خير يا حاج ان شاء الله. خير ان شاء الله. عايزك يا رضا من هنا ورايح ترتب مع رجالتك. عايزكوا تعرفوا لي دبة النمله في الحته، كل بيت فيه ايه؟ اكلهم، شربهم، خناقاتهم، مين مديون، مين هيسيب مراته، مين صاحب مزاج او كيف، ومين بتاع ربنا. عيني يا حاج، بس ما تاخذنيش يا حاج، يعني هي البرشطه على مخاليق ربنا كده هي اللي هتجيب رجلهم في الانتخابات. برشطه ايه وتجيب رجلهم ايه؟ واحنا هنعمل لهم مقلب حراميه؟ نفذ هادي الكلام اللي بقول لك عليه ده من سكات. وبعدين بقى فالح، ايه رايك بقى؟ الكلام اللي انا بقول لك عليه ده هو اللي هيخليهم ينتخبوني في المجلس. عين عليك يا حاج بتاع البرلمان. نادر عليا يا حاج لارقص لك جوه المجلس لما ربنا يكرمك ان شاء الله. طيب يلا يلا يلا، اتكل على الله ووصلني البيت احسن، باين عليا هتنرفز عليك النهارده. ماما ماما، ايه رايك تطلعي تقولي لبابا يلبس هدومه وتيجي معانا، وانا اكلم يوسف يعملنا هناك على طول. هناك فين؟ استني لما نعرف ظروف بابا ايه الاول. ظروف ايه بس يا ماما؟ انت بس اطلعي قولي له ان احنا هنروح نضرب فيلم. نضرب فيلم سينما، وبعدها نروح نتعشى عشوة محترمه. يلا يلا بسرعه قبل ما انا اكلم يوسف. ايه على فكره؟ بابا ايه ده؟ انت جاي لسه متخانق ولا ايه؟ ده انا كنت بقعد بخرجه كلنا. كلنا؟ ماها كانت عايزانا نخرج كلنا نروح سينما، وانا بقول لها تروحي وخطيبها بقى. روح انت. احنا هنعوضلك مره ثانيه، اصل انا لازم اخرج لان حسن مسافر بكره واسمع. ده ايه الكبسه دي؟ مش هنساها لك دي، مش هفوتها لك. هعوضها لك. يلا. ناصر تحب تيجي معايا؟ لا انا تعبانه النهارده، خليك انت براحتك. طيب. يمكن تكون هي دي الفرصه اللي كنت مستنياها انجي. أكيد عبد الوهاب ما كانتش نوايا سليمة لما حط المشروع كله والكارت باسمك. لازم تخططي كويس قوي للمرحلة اللي جاية. لازم مراتي يبقى له دور كبير حتى لو كان دور الشريك.
انت برضو اللي هتبقي كسبانه. أمل لو شفتها يا ابو علي، ايه الثقه والجمال ده؟ لا حول الله يا رب. هو انت لو بتروح حفلات ومناسبات كنت هتشوف زي انجي دي كتير قوي. انا اصلا متابع اخبارها في الجرايد، لكن في الحقيقه حاجه جامده قوي. المهم شغلها قانوني ولا حاجه تسندها حاجه؟ انت بتقول لي الكلام ده انا حسن؟ اقصى عليك، بس بيني وبينك نفسي ان اوراقها تبقى سليمه. فكرتني، كريمان الشربالي وجوزها الفرنساوي اكدوا عليا انك تيجي الحفله بتاعتهم بكره، بيقولوا لك نعت مش عارف في ايه، كلمتني مرتين وانا جاي عشان تاكد عليا. يا راجل حفله ايه؟ انا الست دي قابلتها مرتين ثلاثه، يعني ما اعرفهاش كويس. وبعدين انت مش تقول رايح اسكندريه، طب انا هروح مع مين؟ انا مسافر، بس انا قلت انبهك، احتمال برضه تحب تروح، خصوصا ان ست الحسن والجمال اللي بتتكلم عنها اكيد هتكون هناك. انت بتتكلم جد؟ طبعا، حفلات كريمان الشربجي بيتجمع فيها كل اكابر البلد. طب بقول لك ايه؟ ما تخليك جدع كده وتأجل سفريتك شويه. لا يا عم ده شغل، انا مسافر الفجر عشان الحق الجلسه من بدري. ما تروح انت وتشوف الدنيا وخد مراتك معاك. مراتي ايه الطراق؟ ما هي دي المشكله، مراتي ملهاش في الحاجات دي خالص. يا ولد قال يعني انت اللي مقطع السهر والحفلات. اوكي يا مراد، حاضر هروح معاك ما دام انت عاوزني اروح. حسن ديوني اكلم. اهلا يا حسن، ازيك انت؟ انا الحمد لله اهو ماشي الحال كويسه. اكيد طبعا، اول ما ترجع ان شاء الله. مع السلامه. مين يا ماما؟ اونكل حسن مسلم عليكي. الله يسلمك ويسلم. بس انت ايه مالك؟ في حاجه مضايقاكي؟ لا خالص، ده حتى بابا كان بيقول لي على حفله من بتوع رجال الاعمال ده وكان عاوزني اروح معاه. مره واحده الخيانه ابتدت تشتغل اهو، وانا اللي مش عايزه اخرج من غيركم. بس ده معناه انك هتقعدي دلوقتي نص ساعه سرحانه تفكري هتلبسي ايه، صح؟ فعلا بفكر. الو مساء النور، مين يا فندم؟ مش قلنا نركز بقى؟ نركز في الارقام والاصوات وفي الناس اللي عاوزين يشكروك قوي على استقبالك الرائع. معقوله؟ انا مش مصدق. وبعدين شكر عليه بس، هو انا عملت حاجه؟ انا ركنت عشان اعرف اتكلم. طبعا طبعا بخرج. طب والله كويس ان انت بتخرج وتتفسح، بس بجد انت ركنت العربية عشان تعرف تكلمني؟ يعني انت ما بتعرفش تعمل اكتر من حاجة في نفس الوقت؟ طب كده احسن برضو عشان ابقى مطمنة عليك وانت سايق. انا بس بكلمك عشان اشكرك. طب سجل نمرتي بقى عشان ما ازعلش منك. طبعا طبعا هسجلها على طول. انا اللي متشكر على ذوقك ده، طبعا مش غريب على انسانه قريه زيك. طيب تصبحي على خير، مع بقول لك ايه يا حبيبتي؟
اتعشى بره النهارده. لا انت صداعه وعايزه انام. على فكره مش انا طلبت لطفي السواق وما عنديش مانع ان هو يشتغل معاك. بجد؟ اوكي تصبح على خير. وانت حاجة مزعلك يا مراد؟ مزعلاني؟ لا أبدا مفيش أي حاجة مزعلاني. طب في إيه؟ لا بقينا نقعد مع بعض زي زمان ولا بقينا نتكلم مع بعض، في إيه؟ لا أبدا مشاكل في الشغل والصراعات اللي أنا بمر بيها مخلياني مدوش شوية. طيب على كل حال لو حسيت إنك عايز تتكلم عايز تقول لي اي حاجه انا موجوده، اوعى تتردد. تصبح على خير.
الو، مساء الخير دكتور. انا انجي الكاشف، دكتور سالم. انا اسف للازعاج، بس انا محتاجه اقابل حضرتك ضروري. ايوه اوكي، بكره ان شاء الله. متشكره قوي، متشكره. عشان نفطر مع بعض. يا ماما يعني افطر ولا نام؟ ده ال 10 دقايق بتوع الصبح دول بيبقوا طعمين بشكل. يا سلام. دادا دادا، فين السندوتش والنسكافيه؟ حاضر يا هاني. اتنين. قلت لك 100 مره ما تعليش صوتك. قلت لك مليون مره اني ما بقدرش اوطي صوتي. اعمل ايه؟ الجينات البشواتي بتاعتك يا نازلي هاني ما اتنقلتليش. يكونوا اتبدلوا في المستشفى يا نازلي هاني. بتفكري كده؟ بطلي دوشه ونزلي رجليكي، ما تقعديش كده. وحضرتك من الساعة كام النهارده؟ هتبتدي ان شاء الله الساعة 12. يوسف هيعدي عليا دلوقتي عشان يوصل. ويوسف يعدي عليك ليه؟ ما تاخدي انت العربية وتروحي. يا نصلي هانم، يوسف ده يبقى خطيبي، يعني كده كده بنروح مع بعض في كل حتة، اشمعنى عين الجامعة؟ ليه الازدواجية دي؟ ازدواجية؟ ماشي يا ست مها، بكرة لما هتتجوزي وتخلفي بنت هتفهمي معنى اللي أنا بقوله لك ده. ده يوسف. دادا سكي خلاص قلبي يا شريف، لما ارجع لبنت فاهم. عايزة حاجة يا قمر؟ لا يا حبيبتي، عايزه سلامتك. يوسف يوصلك ويمشي على طول عشان ما تعطليش عن محاضراتك. حاضر. وما تتاخريش على الغدا. حاضر. ده ايه التسمم ده؟ ايه الجمال ده؟ يا هو لا اله الا الله محمد رسول الله. خليسوا على مهلك. يعني ايه الجديد؟ لازم استناكي واقعد اتحايل عليكي علشان نروح اي مكان زي دلوقتي مثلا. لا دلوقتي ايه، انا عندي محاضره. شفتي نفس الحدوته بتاعت كل مره. يا مهر يا مهر، علشان خاطر طمنيش المحاضره دي. يوسف المحاضره بتاعت النهارده مهمه فعلا. يا مهر طريقتك دي مش هتنفع، انا مش بعرف اقرب منك زي ما انا عايز. وبعدين اديكي شايفه باباكي ومامتك عاملين لنا احكام عرفيه، لا بنعرف نخرج ولا نسهر زي اي اتنين متصاحبين حتى. خلاص خلاص ما تضايقش نفسك، نطنش عشان خاطرك المحاضرة دي، بس المحاضرة دي بس. اوكي، عندي مكان روش جدا. اتفضل. الو، اهلا، ازاي صحتك؟ أرجو إن أنا ما كنتش أزعجتك ولا حاجة. طب كويس كويس، أنت زيك كويسة؟ الحمد لله. أنا في الحقيقة بكلمك عشان كان عندي شوية أسئلة كده على دراسة الجدوى. طبعا أعرفه أوي أوي، ده يسعدني جدا. هايل، هكون عندك بعد حوالي نص ساعة. ميرسي، باي. شويه عشان تجرب نفسك، ولا انت بقى ما شاء الله متاكد ان الصحه تمام؟ الله الله الله، احنا هنؤمن اولا كده. تحب تشربي قهوه معايا؟ اصبر شويه، ما انا قاعده معاك للصبح ده لو انت عايز يعني.
وبعدين يا مراد احنا بنشرب قهوه كتير قوي في مكاتبنا، المفروض نشجع بعض ان احنا نقللها شويه. ايه مستغرب كده ليه؟ عشان يعني ما قلتش استاذ وحضرتك والحركات دي؟ اصل انا بصراحه بقى مصدقه، مش عارفه انت واخد الموضوع ازاي. مصدقه؟ مصدقه ايه بالظبط؟ مصدقه الالفه اللي حصلت بينا، ملهاش غير تفسير واحد، ان احنا ارواحنا اتلاقت. عارف يا مراد، انا حاسه ان احنا هنبقى اصحاب جامدين قوي. ياه بسرعه كده؟ ايوه بسرعه كده، مش هو ده اللي حصل؟ على فكره كان في كده كام نقطه لقيتها في الاوراق اللي كنت عايز. على فكره انت لو هتتكلمني على الشغل انا هسيبك واقول انت وانا عندنا ناس كتير قوي يقعدوا يقروا ويدرسوا، وفي الاخر احنا نشوف لو كان هينفع نشتغل مع بعض ولا لا. وعلى فكره لو فضلت عامل الشغل حجتك عشان تكلمني وتشوفني، انا بقى اللي هقطع صداقتنا من قبل ما تبتدي. ياه بالسرعه دي برضو؟ ده انت انسانه غريبه قوي. قصدك صريحه قوي يا مراد. انا زهقت من الشغل والصراعات، نفسي يبقى عندي اصحاب احبهم ويحبوني من غير مصلحه او هدف. وبعدين انا قررت زي ما في وقت للشغل لازم يبقى في وقت ليا انا، وفي الوقت بتاعي بقى ما بحبش لا الالقاب ولا القيود. في الحقيقه انا موافق على كل كلمه انت قلتيها، وارجو ان يكون عند حسن ظنك. طب قولي هتروح حفله غريبان الشربجي ولا لسه برضه ما بتحبش الحفلات اللي زي دي؟ ايه انت هتفضل مستغرب كده على طول؟ يا اخي كنت عايزاك تيجي الحفله باي طريقه. وبعدين لو ما كنتش انت كلمتني النهارده كنت انا هكلمك عشان اشوفك. ها يا ستي ايه رايك؟ المكان كويس بس انا بيني وبينك اتخنقت من دخان الشيشه. فكيها بقى يا ستي، وبعدين كل الناس دلوقتي بتشرب شيشه. يوسف ما تتكلمش باستهتار كده، وبعدين انا ما كنتش اعرف انك بتشرب. اشرب ايه يا مها؟ دي بيره. وبعدين معاكي حق يا ستي، المفروض ما فيش شرب الصبح. لا صبح ولا ليل. يوسف هو انت بتشرب حاجه تانية غير البيره؟ على خفيف بس. خلاص اوعدك يا ستي من النهارده هسمع الكلام وهشرب اللبن قبل ما انام. لا اصبر النهارده كمان يا سيدي، من بكره هتبدا شغل. مش عشان تحس ان انا تعبت على ما لقيت سواق كويس ولا هو كده على طول. اوكي هستنى تليفونك بالليل. باي. مساء الخير. مساء النور. اتفضلي. مساء الخير. اهلا وسهلا يا مدام. انت اتفضلي. انا مش فاهم يا انجي، انا دوري ايه معاك بالظبط؟ صديق بتفضفضي معاه وتحكي له مشاكلك، ولا دكتور بتكلميه بصراحه والمفروض انك تسمعي كلامه؟ يا دكتور، يا دكتور انا تعبت قوي. حاسه اني بقيت مدمنه حبوب منومه ومهدئه، ويا ريت بتنفع في حاجه. كل ما بنام ما بشوفش غير كوابيس وبس. طبعا لانك بتتصرفي من نفسك، بتاخدي الادويه اللي على مزاجك، عامله جسمك زي حقل التجاره. المشكلة عمرها ما كانت في جسمك، المشكلة هنا. ممكن تحكي لي الكابوس اللي بيتكرر معاك؟ هو مش كابوس محدد، يعني حاجات كتير ملخبطة وبشعة ما اقدرش اوصفها. انا مش عارف فترة المقاومة دي هتستمر لغاية امتى. مقاومة ايه؟ مقاومة انك تعترفي باللي مطرك، باللي مضايقك، الشيء الاساسي اللي خلاكي تيجي عندي هنا العياده. دكتور سالم، ممكن حضرتك تغير لي المنوم وبس؟ ممكن حضرتك تقولي لي سبب واحد يخليكي ما تناميش؟ لاني في حرب. عارف يعني ايه حرب؟ عمرك شفت حد بينام وهو بيحارب؟ اهو انا كده حاسه ان لو غمضت عيني مش هقدر افتحها تاني، لازم افضل صاحيه واعيه لكل حاجه حواليا. تعرف يا دكتور انا ممكن فجاه لاني بخسر ملايين، بخسر حاجات لا يمكن تتخيلها، بورصه بنوك كل حاجه، وانجي الكاشف
مش ممكن تقبل الخسارة أبدا. بس انت فعلا عندك فلوس كتير، يعني مش المفروض انك تقلقي بالشكل ده. انا اسمي مرتبط بالنجاح مش بالفلوس. قوة انجي الكاشف ما ينفعش تعتمد على ارقام وحسابات تفاجئها، لا لازم هي اللي تفاجئ الكل وكل مرة. مش ممكن تستمر كده يا انجي، لازم تتحكمي في قطاع حياتك شوية. اذا كان الشغل بيفرض عليكي المعارك دي فحاولي تغيري ده في البيت. البيت؟ اهو البيت ده اكتر مكان لازم افضل صاحيه فيه على طول عشان ابقى واعي بكل حاجه بتحصل فيه. حكيتي لي ان عبد الوهاب بيعمل حاجات بتضايقك. السفر، الخيانات اللي بتعملي نفسك مش واخده بالك منها، لكن ايه الجديد اللي خلاكي متضايقه منه اكتر؟ وجوده هو اللي مضايقني مش طايق اشوف. بس انت قدام الناس كيان ناجح ومتفاهم. ما هو ده اللي لازم يظهر قدام الناس عشان البيزنس. لكن الحقيقة هي إن الوحدة اللي أنا عايشة فيها اللي مخليني أشتغل ومليش وقت أبدا للراحة. يعني أنت عايزاه قريب منك؟ لا، أنا عايزاه بعيد قوي. بس لازم أفضل شايفاه وشايفة هو بيعمل إيه بالظبط عشان أقدر أحمي نفسي منه. فاهم يا دكتور؟ نفسي انام. مش عايزة اشوف نفسي الكابوس تاني ابدا. مش عايزة. انا مش هقدر اساعدك طول ما انت قافلة على نفسك وعلى اسرارك. الطبيب النفسي مش ممكن يعتمد على الخيال في العلاج. بس الخيال والواقع مش دايما بعاد عن بعض يا دكتور. والاعتراف بالشيء اللي كسرك مش في كل الأحوال بيهون عليك، بالعكس ممكن يزود همومك أكتر. وانتي محتاجة هموم؟ أنا محتاجة حاجة واحدة بس. إيه؟ الأمان، الحضن اللي مهما تهيأ لك إنك ملكت الدنيا، من غير الحضن ده عمرك ما هتحس بالدفء لأنك بعيد عنه. مين دي؟ بنتي يا انجي، ايه اللي خرجك بالليل كده يا بنتي؟ ايه انت مش ناويه تجيبيها البر وتريحي قلب امك الغلبانه دي بقى؟ ازيك يا مستعد؟ وحشاني قوي. ياه، عارفه بقالي قد ايه ما شفتكيش؟ الله، انت مش كنت اتجوزتي يا بنتي انجي؟ ايوه. ياه، ده انت اتجوزتي من زمان قوي. ده الواحد مخه فوت. وبتعملي ايه بقى؟ كنت بتزوري امك؟ ايوه. واتطمنت عليها وعلى اختك؟ معلش يا انجي، انا رجليا يا بنت ما بقتش شايلاني، وصحتي زي ما انت شايفه كده. لو في شويه صحه انا ما كنتش هسيب امك دي لا ليل ولا نهار. امك دي زي اختي. أنا عارفة يا أبو سعد، ربنا يخليكي لينا، إحنا كلنا محتاجين بركتك، ده أنت الخير والبركة. يا حبيبتي، ربنا يسعد أيامكم، إحنا تعبنا أوي يا إنجي، أمك تعبت أوي، شيئت على عيا المرحوم أبوكي، وشيئت على عيا أختك، مش أختك كويسة دلوقتي يا إنجي؟ مش عارفة، قصدي الدكاترة بيقولوا إنها بتتحسن. خلي بالك منهم يا موسى، انا اصلا ما بقتش اجي كتير. انت عارفه ماما زعلانه مني، وانا مش عايزه اجي وضايقها. والنبي ده اسمه كلام يا عبيطه؟ ده من ورا القلب، ده تلاقي قلبها هيموت عليكي وانت بعيد عنها. ده كلام يا انجي. بنتي يا انجي، هو انت مش كنت سبت البيت وطفشتي؟ ايه اللي رجعك تاني؟ انا لازم ارجع مستعد. امسكي، خدي دول عشانك. امسكي، ودول اديهم لماما، وخلي بالك منها، خلي بالك من نفسك. حاضر يا انجي، حاضر، هروح اطمن على امك واختك
بس انت ما تتاخريش علي عشان الدنيا بقت ليل. هقول لها دي بتشتري حاجه من على الناصيه وجايه ورايا على طول. اوعي تطلعيني كدابه المره دي كمان. اعملي معروف ومش كل يوم تتخانقي مع امك. امك خلاص ما بقتش حمل الجنان بتاعك ده. حاضر على مهلك بس. مع السلامه. طب بتخافي مني انا وفهمت، انما بتخافي من الالماس كمان. يلا يا حبيبتي وريني بقى العقد ده هيبقى شكله ايه عليكي. ترى ايه يا انجي، انت عايزه الناس النهارده في الحفله يقولوا انك جايه لوحدك ولا ايه؟ ما انا عارفه انك مش جاي معايا يا عبد الوهاب. ايه ده بقى، انت مش عايزاني جنبك النهارده؟ معقوله يعني هتسيب معادك المهمه قوي دلوقتي وتروح حفله روتينيه من حفلات كريمان الشربجي؟ اوكي اوكي يا حبيبتي زي ما انت عايزه، بس انا عايز كل الناس النهارده يقولوا ان انجي كانت ملكه الحفله سواء كنت او ما كنتش معاها. على فكره يا عبد الوهاب في حاجه مهمه قوي عايزه اقولها لك، ناس كتير قوي يهمها ان احنا ما نكونش مع بعض عشان الكيان الضخم ده اللي حامل اسمي واسمك يتهد او على الاقل يضعف. لا انت حبيبتي ما يتخافش عليكي، انا مطمن طول ما انت جنبي. عايزه اطمنك اكتر، زي ما كل الناس عارفه ان انا مرات عبد الوهاب درويش، برضو الناس هتفضل فاكره ان انا انجي الكاشف. مراد هو انا ضروري اروح معاك؟ ما تروح انت. وبعدين معاك يا نظري، انت كده بتهرجيني مع الناس، المفروض تبقي معايا. وبعدين ايه المانع ان احنا نخرج ونتفسح ونقابل ناس؟ ها ايه رايك بقى؟ حلو، قصدي شيك خالص. هو لولا بس شويه شعر الابيض دول. طب ايه رايك بقى؟ شويه الشعر الابيض دول يجننوا عليك. بس انت كده لخبطتي الوجاهه خالص. ماما يا ماما فين الكل اللي كان هنا؟ يا ماما انت بترديش عليا ليه يا ماما؟ مش سامعاني؟ انت عارفه ان انا ما باجيش جنب حاجه من حاجاتك. ماما انا زهقت، انا شغلي كده خروج سفر سهر، ده كل بنات البلد يتمنوا يشتغلوا مكاني. ولما تزهق انا بالشكل ده مستعمله ليه؟ اتفضلي خدي بعضك وعيشي بره. يا ماما حبيبتي انا اسفه، انا ما اقصدش ازعلك، وبعدين انا بشتغل مع ناس مش مضمونه، يعني لو قصرت ممكن الاقي نفسي بره الشغل. اول مره بيحضر حفلات عامه، خبير اقتصادي كبير بقى وما عندوش وقت. ما هو الوقت في الحفلات اللي زي دي برضو بيجيب فلوس كتير. طبعا طبعا.
الو، لقيتني ولا لسه؟ انت فين؟ ما تدورش كتير، انا لسه ووصلتش. ما انا خلاص بقيت عارفه كل تصرفاتك ومتاكده انك بتدور عليا دلوقتي. انت ازاي عرفتي؟ لا انت اكيد شايفاني. انت عارفه ان الكل دلوقتي مستني حفله الافتتاح اللي انتوا هتعملوها. اكيد هيبقى ريسبشن مجرم. والله بقى بكره هتشوفوا. المهم بقى ان احنا نجمع شويه فلوس علشان نعمل اول مشروع للجمعيه. هتنضمي لينا يا مدام نصري؟ اسفه سرحت منكم. انضم لايه؟ جمعيه اطفال الشوارع، يعني حاجه كده بنحاول نعملها. والله دي فكره كويسه قوي. طب على الاقل تنضمي لينا حضرتك في الريسبشن عشان التبرعات. ان شاء الله. اسمع يا اشرف، الموضوع ده لازم يتنفذ بمنتهى السرعه، يتامن لاقصى مدى. الكلام بيني وبينك انا معتمد تماما ان القريه تشتغل كويس. يا باشا انا عايز حضرتك تطمن على الاخر، وبعدين انا جيت اطمن سعادتك بوصول الفاكس وفي كل التفاصيل. اعضاء الغرفه السياحيه الالمانيه هيوصلوا بكره على المطار، ومنهم مباشره على القريه السياحيه، وهناك هيكتبوا كل التقارير بتاعتهم بالكامل عن القريه، وتلقائيا تبتدي حجوزات شركات السياحه من هناك. الموضوع ده لازم يتنفذ بمنتهى السرعه وباي ثمن. أنا موقفي مع البنك اللي بشتغل معاه وخدت منه القروض عشان القرية بقى في منتهى الإحراج. وأنا عايز شغلي كله يبقى ماشي طبيعي تماما ومنتهى النجاح، مش عايز حد يقلب ورايا. بس سعادتك قلقان من حاجة تانية، هو في إيه؟ لا لا مفيش حاجة، أنا بس مستني إيميل مهم. اتفضل أنت. تحت أمرك يا باشا. يا ترى ايه الرسالة اللي كنت عايزة تبلغيني بيها يا انجي؟ مجرد انك عارفة مواعيدي وتردني الألم بتاع لطفي السواق، ولا تكوني عرفتي اللي مش مفروض مخلوق يعرفه؟ ازيك يا مدحت باشا؟ منوره يا ست الكل. منوره يا مدام، ازيك؟ هاي. طيب يا مدام، هنشرب ايه النهارده؟ طلباتك كلها موجوده. ايه يا فريد بيه؟ ما اعلنتوش ليه عن التوكيل الجديد اللي اخدتوه؟ بمجرد توقيع العقد كل البلد هتعرف، وهتشرفينا مع الباشا في الحفله المعموله بالمناسبه دي. بمجرد توقيع العقد؟ العقد اتمضى بقاله 12 يوم، بس انتوا اللي مش عايزين مشاكل مع الوكيل القديم، مستنيين لما محاكمته على المخالفات اللي عنده تبتدي، مش كده؟ ذكاء وعبقرية، مش كتير عقدًا على هنجة هان؟ مش قوي كده، أصل أنا التوكيل ده كان اتعرض عليا في الأول، وعملت الكونكشن بتاعي مع إيطاليا وفرنسا، وعرفت كده الموضوع ده ممكن يبقى فيه وقت. عن إذنكم. إيه يا سيدي؟ مش عايز تيجي تسلم علينا؟ نيجي احنا. امال المدام فين؟ موجوده في حته هنا، هبعرفك عليها بعدين. على فكره مبسوط قوي اني شفتك. ومالك موطي صوتك كده ليه؟ حبيت اعبر لك عن شعوري من غير ما حد يسمعني. ما تخافش، حد سمعك غيري. واضح اني مش هعرف اتكلم معاكي هنا. انا عايز اشوفك بكره. بكره؟ انت مش قلتي لي لو انا عايز اشوفك ممكن؟ امتى وفين؟ لا طبعا حفله لطيفه خالص. هو انت تعرف الست دي اللي كانت كل الناس ملمومه حواليها؟ مين الست اللي كل الناس ملمومه؟ ما هي دي سيده الاعمال اسمها انجي كاشف. هي
هي متجوزة؟ ايوه متجوزة برضه رجل اعمال اسمه عبد الله دريش. هو كان معاها في الحفلة ولا كانت لوحدها؟ مش عارف هي ما خدتش بالي منه. الظاهر كانت لوحدها. تصبحها على خير. انت من اهله. يا عم لحقت ايه؟ دول ناس حلوين قوي. يا دوبك بعد الجلسة رحت الأوتيل قابلت الجروب الأجنبي صاحب المركب اللي كان عليها المشكلة. واللي انت بترقص معاها دي برضو تبع المشكلة؟ انت فاكرها واحدة بس؟ بقول لك الناس دول عارفين يعيشوا حياتهم صح. على رأيك اللي انا شايفه هنا في الصور كلهم ناس كبار رجالة وستات مش صغيرين يعني. المشكلة هنا يا مراد اننا عمرنا ما فكرنا نخطط لحياتنا في عمرنا ده. ما تحسن الفاظك بقى يا اخي، حسن كلامك، احنا ممكن نبقى جامدين قوي. يا راجل هتعملهم على مين؟ مش حالي زي ما كناش دفعة واحدة. يلا حسن الختام. على رأيك، احنا كان كل أملنا إن احنا نعمل بيت ونربي العيال. سنة الحياة يا مراد. أيوه، إيه الحياة؟ أديك قلتها. الحياة اللي لازم نعيش كل لحظة فيها. مش معنى إن احنا نخلص بيوتنا إن احنا ننسى نفسنا. الله الله. إيه يا أبو مها؟ حفلة كريمان الشرباجي قلبت كيانك ولا ايه؟ يا اخي نعمل زي ما الناس بتعمل، نسافر ونرقص ونتفسح ونعيش. لا بقى، طالما دخلنا في الرقص يبقى قوم قبل ما الموضوع يسخن معاك اكتر من كده. ما يسخن يا اخي، اشمعنى انت؟ يعني انت عايز تفهمني اليومين اللي انت قعدتهم في اسكندريه كنت بتتكلم في القانون وبس؟ ما الصور في ايدك نشأت عليك اهي. انا مش هخلص منك ابدا. سلام. يبقى كلمني بعد ما تخلص المكتب. صباح الخير. صباح النور. خير الله كده على طول. تقول لي اقعد يا اخي. يا فتحي انا مش فاهم ايه حاله التحفز المستمره ضد دي. هو في فرق بيننا عشان تعاملني بالحساسيه دي؟ ايوه في فرق. حضرتك مدير البنك وحضرتك نائب مدير البنك، يعني احنا الاثنين في كفه واحده. جميل. حس كده بقى. اسمح لي اكلمك في موضوع رأفت شاهين. يو تاني؟ ما خلاص قلت رايي فيه ورفضته. ايوه رفضته، والموضوع دلوقتي معروض على رئيس مجلس الإدارة. مراد بيه، أنا ما يهمنيش ترفضه تقبله، شيء ما يخصنيش. بس صدقني أنا يهمني إنك تتصرف صح. وللأسف بقى أنت في موضوع رأفت شاهين ده بالذات اتصرفت غلط. حتى الزباعة اللي حصل ملهاش أي لازمة وهتيجي على ما فيش. يا سيدي خلاص، أشكرك على نصيحتك. أنا خلاص قررت وده رأيي ومش هتكلم في الموضوع ده تاني. خلاص خلاص خلاص. يبقى قول الكلام ده بقى بنفسك لرأفت شاهين. لانه مش مقتنع وعايز يناقشك. وعلى فكره هو زمانه جاي في السكه عن اذنك.